بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حلقتنا النهاردة عن الكون الصغير وهو جسم الإنسان. معكم العالم الصغير. يتكون الجسم من أعضاء، وفي البداية هيتكلم عن أحد أعضائه وهو الجلد، وهو أكبر أعضاء الجسم ويحمي عظامنا وعضلاتنا وأعضاءنا الداخلية. وهو جهاز استشعار يحتوي على الأعصاب التي ترسل للدماغ كل ما يدور حولنا. أما عن وظيفة الجلد فهو ينظم درجة حرارة الجسم، ويقاوم الصدمات التي يتعرض لها الجسم، ويدافع عن الجسم ضد البكتيريا. أما عن لون الجلد فيرتبط لون الجلد بوجود كمية من صبغة اسمها الميلانين، وهي مادة ملونة يفرزها الجسم. أما عن طبقات الجلد فتتكون من 3 طبقات. الطبقة الأولى هي البشرة، وهي الطبقة العليا من الجلد، وتعمل كحاجز واقي ضد الماء، وهي المنفذ للعرق الذي تفرزه الغدة العرقية ويخرج منها الشعر. أما عن الطبقة الثانية والتي تسمى بالأدمة، هي الوسطى للجلد، وهي يبدأ فيها الشعر والغدة العرقية. والطبقة الثالثة هي غلاسيك تحت الجلد، وهي توجد في الأسفل وتتكون بشكل كبير من الأنسجة الدهنية. دلوقتي هنتكلم عن القلب، وهو من أقوى العضلات في الجسم، فهو يضخ الدم إلى كل أجزاء الجسم لتزويده بالغذاء. وحجم القلب يكون بحجم قبضة اليد. وأما عن حجرات القلب فله حجرتان علويتان وهما الأذينان الأيمن والأيسر، وله حجرتان سفليتان وهما البطينان الأيمن والأيسر، وكلهم لديهم صمام يجعل الدم يتدفق في اتجاه واحد. والصوت المرتفع لضربات القلب هو بسبب انغلاق الصمامات الأربعة. وأما عن وظائف حجرات القلب فهناك الأذن الأيسر، الأذين الأيسر يعود الدم من الرئتين محملا بالأكسجين، الأذين الأيمن يعود بالدم من غير أكسجين، البطين الأيمن هو يذهب الدم إلى الرئتين دون أكسجين من الأذين الأيمن، البطين الأيسر هو يذهب الدم إلى الجسم محملا بالأكسجين من الأذين الأيسر. دلوقتي هتكلم عن الرئة، وهي تقوم بعملية تبادل الغازات في الجهاز التنفسي، وهي عضو داخلي وجزء من الجهاز التنفسي الذي يجعلك قادرا على التنفس. يصل الأكسجين للرئتين لكي يصل إلى خلايا الدم الحمراء في الشعيرات الدموية، وهذه الخلايا تقوم بنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. دلوقتي هنتكلم عن الحواس الخمسة. يوجد لدينا 5 حواس، من خلالها نجمع المعلومات من العالم المحيط بنا. اللسان نستخدمه للتعرف من خلاله على تذوق الأطعمة المختلفة مثل الحلو والمالح. الأنف نستخدمه لنتعرف من خلاله على شم الروائح المختلفة التي تصل إلى 10,000 رائحة. أما عن اللمس نتعرف من خلاله على تميز الألم والضغط والحرارة وأيضا الخشن والناعم والسخن والبارد. السمع ومن خلاله نتعرف على الأصوات. البصر من خلال العين نرى كل شيء حولنا. أراكم في الجزء الثاني من الحلقة عن جسم الإنسان، وفي النهاية بداية لحلقات أخرى. إلى اللقاء، كان معكم العالم الصغير من قناة دردشة علمية.